فضلت شريك حياتك. انا ما كنتش ملتزمه، وكنت يعني بعمل في مجال شويه الاعلام وكده، يمكن ما كنتش محجبه. ماله الاعلام بقى؟ ماله الاعلام؟ مش قصدي يا فندم، لا انا ما كنتش ملتزمه، انا اسفه. لا عارفه. ما كنتش ملتزمه، ما كنتش محجبه يعني. فالمهم التزمت الحمد لله. يبقى لو سمحت يا مدام ايمان او يا استاذه ايمان، يبقى حضرتك قولي انا ما كنتش ملتزمه بالحجاب. في شويه مفاهيم كده موجوده عاوزين نصحح. انا مش ملتزم يعني لازم ابقى في هيئه معينه وشكل معين وتصرفات معينه عشان ابقى اسمي ملتزم. لا، انت كنت مقصره في الحجاب. بس عشان وقت البرنامج انا بحاول اختصر. الله يبارك لك، الله يبارك لك. فقط مني انا اسفه. لا اسفه جدا. لا ده الكلام ده انا خدت بس من كلمه حضرتك حاجه علشان اخد منها هذه الرساله. اتفضلي. ده حقيقي، ده حقيقي. المهم الحمد لله رب العالمين، فالتزمت وبعد كده ابتليت بسحر جامد قوي. سلم يا رب. فحصل لي امراض وطلاق وحاجات كتير قوي لخبطت حياتي، ومرض قعدت 10 سنين يعني تقريبا بريحه الفراش يعني ما بقومش يعني الحمد لله. ويعني بس يعني الحمد لله رب العالمين بقراءه القران والاخوات الصالحات يعني خدوا بايدي وقراء القران ودروس علم وكده، الحمد لله قدرت اقف شويه. ولكن تلاقي شديد حاليا في الصلاه يعني انا اجي اصلي الاقي نفسي الوقت يجري، اخش اتوضى يوم الاذان اذن او حد اكتف، يحصل حاجة عجيبة جدا. بلس حاجة تانية، عمالة أحلم بأحلام غريبة جدا. يعني أنا بواظب على قراءة سورة البقرة بفضل الله عز وجل، الدنيا بتهدى معايا، ولكن بيحصل لي مشاكل جامدة جدا في حياتي، ولكن نفسيا بكون مرتاحة. ولكن أجي أقطع سورة البقرة مفيش مشاكل، ولكن أبقى تعبانة جدا والصلاة تبوظ معايا. سؤالي عشان بس ما تقولش حياتك، أنا مش عارفة أواظب على الصلاة. مش بخطري، هل في سحر بيوقف البني ادم عن الصلاه؟ هل في سحر ممكن يخلي البني ادم يترعش ويتلج ويبقى عنده زي الحمى ساعه الصلاه؟ ده سؤالي، واعالجه ازاي؟ الحمد لله ربنا عافاني الحمد لله بفضل الله من حاجات كتير، وحمد ربي الحمد لله انا حاليا منتقب بفضل الله عز وجل. الحمد لله. طيب ده السؤال. بحلم بحاجه بقى غريبه جدا، ان كل ما اقرا سوره البقره فضلت الشيخ الاقي يجي لي رؤى ان انا بمسك ورقه فيها طلاسم وبيطلع منها براس وبيطلع منها حشرات غريبه جدا بتطلع من الورقه دي. تجيلي حاجه عيا، تجيلي حاجات غريبه جدا. فالاحلام بتوريدني جامد قوي قوي الكوابيس دي، تطلع ورقه فيها طلاسم، تلاقي برص طالع، تلاقي تعبان طالع، تلاقي كلب بيجي ورايا، مش عارفه اعيش حياتي خالص. ده على طول الكوابيس دي كل يوم للاسف لما بقرا سوره البقره حبيبتي. يعني لما بتقري سوره البقره يحصل لك كده؟ وعيا بقى مش قادره اقول لحياتك حاجه، يعني بحس فعلا مخنوقه وتعبانه، بس بقدر اجاهد بفضل الله عز وجل. ابدا اصلي واواظب على الصلاه وقرات سوره البقره، تلاقيني يجي حاله غريبه جدا، عياء حمى ساعه الصلاه. اجي اصلي الاقي نفسي حمى اترعش وابقى مش قادره. بقالك قد ايه يا ايمان في القصه دي؟ والله بقالي 11 سنه يعني، بس انا الحمد لله تعافى. ان انا 10 سنين كنت ضريحه الفراش، ما بعملش حاجه في حياتي، ببيع في حاجتي عشان ناكل ونشرب، ببيع في املاكي، ببيع في كل حاجه، بنزل مستوى مادي بس مش فارق معايا. لكن الحمد لله اللي فارق معايا دلوقتي هي الصلاه. يعني انا الحمد لله رب العالمين تعافيت جامد جدا جدا. انا الصلاه اللي بتقع مني، هل انا احاسب؟ هل انا فعلا عليا وزر جامد؟ ويعلم الله عز وجل انا بصلي وببكي اقول له يا رب عيني على الصلاه، مش بايدي، مش بقعد مش اسمع الاذان واطنش، اقوم بقول لحياتك بالظبط بتراش، الاقي نفسي بتراش. انا مستوعبه وبتخيل اللي انت بتقوليه. ده الله يكون في عونك طبعا يا ايمان. والله انا ما فارق، انا عايز اقول لحياتك ملايين ومليانه راحت في 10 سنين اللي فاتوا ولا فارق معايا. الحمد لله اني جوه المحنه منحه من الله عز وجل ان انا في الوضع اللي انا فيه دلوقتي. اذا الله عز وجل اراد بامر كان مفعولا وقبضت، هكون حمد ربنا وشاكر ربي. بس انا هل عقاب من ربنا اني مش عارف اصلي؟ هل الجن ممكن يتمكن من ادم يخليه ما يصليش؟ طيب تابعينا يا ايمان، مولانا هيجاوب عليك. طيب احنا معانا وقت خلاص ولا؟ اتفضل يا مولانا هنجاوب عليها. طيب. طبعا انا ما اقدرش اجزم في سحر او ما فيش سحر في خصوص الحاله دي، لكن اللي انا هقدر ارشدها اليه امرين. الامر الاول ان لو في سحر موجود فان التخلص منه ما هوش بهذا العسر وهذه المشقه. بس الموضوع محتاج يقين وتعلق قلب بالله ثم اخذ بالاسباب. ده لو في سحر معمول له. احنا ما عندناش ماكينه الكشف عن السحر، لكن هي بتمر باعراض معينه. الاعراض دي تستطيع انها تتعامل معها من طريقين، طريق روحاني وطريق نفساني. الطريق النفساني انا انصح انها تشوف طبيب ثقه تتواصل معاه. يا ممكن يبقى الموضوع نفسي، ممكن يبقى الموضوع نفسي وممكن يبقى مركب. انا ما اعرفش يعني، انا ما اعرفش لكن على كل حال مراجعه الطبيب النفسي مش هتخسرني حاجه.
فرضنا ان في معمول لها سحر او شيء من هذا القبيل، انا بقول للسائله الكريمه، بقول لكل واحد متوهم او متاكد انه معمول له سحر، ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا سلاحين في غايه المضي، يعني الحده القطع. حاجه اسمها سوره الفلق وحاجه اسمها سوره الناس. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما تعوذ بمثلهما، معاكي سيفين بطارين، سيوف بطاره. بتقرا سوره البقره بيجي لها كوابيس يا مولانا؟ ده ممكن يكون الامر نفسي، وممكن تكون سوره البقره بتطرد عنها شرور، يعني ممكن يبقى الكابوس ده طرد للشر. ممكن انا ما اعرفش، يجوز. انا اللي اعرفه الامور اللي انا اقدر متعلقه بالاحكام، متعلقه بكده. انا ما الامور الغيبيات دي لا علم لي بها، واللي يدعي انه عارفها يبقى ما يعني ما اظنش ان ده امر يعني حضرتك دلوقتي هي ممكن تبقى تاكدت ان هي معمولها سحر. منين اتاكدت؟ ما انا ما خدتش وديت معاها عشان مش اعرف. حضرتك ممكن منين تبقى راحت لشيخ مثلا وشاف، والشيخ ده معاه البلوره السحريه؟ يعني ما هو الانسان بيعرف انه اتسحر لما يجي له وحي، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام اخبره جبريل، او لما اللي سحر له يقول انا سحرت لك. لكن هي ولا كده ولا كده، يبقى لكن انا في اعراض معينه قد يكون. فنتغلب على ده ازاي؟ نتغلب على ده بالذكر، المواظبه على اذكار الصباح واذكار المساء، دي تقي الانسان دفعا ورفعا. دفعا ورفعا يعني ايه؟ يعني في حاجه جايه تبعدها عني، رفعا في حاجه موجوده ترفعها مني. مواظبه على اذكار الصباح والمساء الوارده في السنه النبويه، مواظبه على قراءه سوره البقره وأذكار الصباح والمساء فيهم المعوذات ثلاثا ثلاثة، مواظبة على قراءة أذكار قبل النوم وقراءة المعوذات في الكفين ثم مسح ما استطاع بهما من جسده، قراءة سورة ياسين بنيتها، دي حاجات. طب المية اللي بنقرأ عليها سورة البقرة ما فيهاش حاجة، كل دي حاجات كويسة. حضرتك شايف إن هي ما فيهاش قرآن يقرأ على الماء ويشرب كله بركة. نعم. هرقنها أنا دلوقتي ذكر جميل، صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تواظب عليها وان شاء الله يكون فيها خير وفتح عظيم. امين يا رب. بس تعيشي هذه المعاني. دي صيغه اسمها صلاه المحتاج. كل ما الانسان تذلل وتضرع الى الله وتعلق باعتاب الله، كل ما ربنا فتح عليه وتجرد من الحول والقوه. قولي اللهم صل على سيدنا محمد صلاه العبد الحائر المحتاج، الذي ضج يعني زهق ومل، الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج. الله أبشري. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج، الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج. قوليها كم مرة؟ اللي ربنا يفتح عليها بألف مرة، 500 مرة، 100 مرة، اللي تقدر عليه. واصبي على الذكر، وان شاء الله الذكر حصن حصين وربنا يرفع عنك. وبرضو انا بقول لك راجعي طبيب نفسي مع العلاجات دي الروحانيه دي من القران. طيب الكريم. هل صلاتها وتقصيرها في الصلاه برغم ان هي بتقوم وبتعافر وبتتوضى وبتحاول؟ ربنا عالم، ربنا عالم باللي فيها، واذا كانت مش مقصره والامر خارج عن نطاق قدرتها فيكون لها عذر عند الله، وهي تجاهد في سبيل ذلك في، وقد يكون برضو العائق نفسي. نعم. أنا مش قصدي المدام الكريمة اللي كانت بتتصل، لكن الموسوس ده، الموسوس المبتلى بالوسواس. نعم. الشديد. في مرض اسمه OCD يعني. OCD اللي هو الوسواس القهري. تقول يقول بسم الله، يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، يعني يقول لك مش قادر أقولها. طب مش قادر تقولها ليه؟ ده هو ده مانع نفسي. بيتعالج وبياخد علاج ما يعني له. دكتور أحمد.